البيرث داي ديال نوزي وراكين في البيت اللي هنايا ندير واحد السوربرايز هاد خلاص تيسك لي بنت ديال الله وداك النوز اللي تتعرفوه ماشي هو هذا اللي بغيتي تشوفه اليوم اه نحيلو مصطفى كلشي هابي بيرثداي انا ثاني انا ثاني انا مل شكل صعب اوه اوه ام جست شكل مل ثاني ثاني الله عيش انا بنتي دا انا بنتي اخيرا ما شبقى غلط والنكس داي تاع الناس واش متي وجد في وسط البيت خرجنا وجبنا عايشين هاك يا هذا البيض هاك كنجيبو صرفو بالاخر نضيعو على تشافها مشاو